السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام. إن شاء الله بإذن الله في حلقة اليوم ارتأيت أنني غنوجد معكم واحد البيتزا، يعني اللي هي سهلة وفي متناول الجميع. أول حاجة غادي نبدأ معكم، غادي نوجد العجين. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي الحليب هنايا واحد ربع كأس، وكذلك غادي نزيد كأس ديال العنبة، يعني عندي كأس وربع ديال الحليب دافي. هاد الكاس وربع ديال الحليب دافي، هو حليب سائل، غادي نضيف له واحد المعلقة لي كبيرة من هاد الحليب المجفف. اللي بغى يعملها يعملها، اللي ما بغاش يعملها يستغنى عليها. صافي، غنكتفي بملعقة واحدة. كذلك غادي نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وغادي نحرك هاد المكونات جيدا. ولكن قبل غادي نضيف ملعقه واحده من داك الدقيق اللي عندي فيه نصف كيلو او أربعة ديال الكؤوس ديال العنبه، غادي نضيف غير معلقه واحده، وغنحرك هاد المكونات بحال هكا جيدا، سواء بالفوي ولا الملعقه. صافي، ونخلي الخميره تتفاعل مع السكر وهذا الحليب، نخليها لمده 5 دقائق ونرجع لكم. صافي، بعد ما تفاعلت لنا الخميره كيف كتشوفوا معايا، كنزولوا هذا السلوفان ثم كيف كتشوفوا دابا غادي نضيفو هذيك البيضه، نضيفو البيضه كامله. طبعا غادي نحركها هنا، وكناخد الملح، كنضيف واحد الملعقه صغيره من الملح. انا غادي نعمل غير بيدي، مهم عملوا ملعقه صغيره. كذلك غادي نعمل واحد القياس ديال ملعقه صغيره من الزعتر، اللي ما بغاش يعملوه هنا في العجين خليه حتى الاخر وعملوه، هو كينسم العجين لا هو ولا زيت الزيتون. ونضيف كيف كتشوفوا معايا هنا عندي ربع كاس صغير من يعني غتاخذوا ربع كاس العنبه، ربع كاس العنبه ديال زيت الزيتون، يعني واحد ربع د الملاعق كبار ديال زيت الزيتون. هو زيت الزيتون كيجي ملائم في العجين، كيعطيها واحد النكهه جميله بزاف، يعني احسن من الزيت النباتي. واخر حاجه غادي كيف كتشوفوا معايا هنا عندي الدقيق ربعة الكؤوس ديال العنبه، يعني واحد نص كيلو، غنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنحرك حتى نكمل باش نضيف في الاخير هذيك ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. ثم كتشوفوا معايا نبقى نضيف بثلاث ملاعق وانا كنحرك. طبعا الحل الدقيق يكون منخول جيدا، طريقه جد سهله ومبسطه، ما كتطلبش مجهود كثير،
كلكم تخدموها غير بالفوي بحال هكا، من بعد عاد تخدموها بيديكم، ماشي ضروري يكون عندكم العجان. كيجي واحد العجين اللي هو زوين بزاف بزاف وناجح. غادي نضيف دابا هذيك المعلقه صغيره عندي ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر، واحد المعلقه صغيره، ونحرك. تلاحظوا العجين غيبدا يتقال معكم شويه بشويه، يبدا يتقال العجين. صافي، هانتوما كيف كتشوفوا معايا، بعد ما جمعت العجين ديالي غادي ضروري غنزلوه هنا في سطح العمل، ضروري غنخدم عليه شويه بحال هكا، وانا كنديه وانا كنجيبوه بحال هكا حتى كيرجع العجين عندي طري. نستمر بحال هكا واحد الخمسة دقائق حتى لسبعة دقائق حتى يتدلك مزيان مزيان ويرجع لين في يدي، ونرجع معكم. كيف كتشوفوا معايا، بعد ما كيرجع عندي العجين بهذا الشكل هذا لين وكتولي العجينة طرية، غادي نعملها بواحد الشكل دائري بحال هكا، ونزلها هنا في الإناء، وندهنها بواحد الملعقة صغيرة ديال الزيت، سواء زيت نباتي ولا زيت زيتون. ندهنوا الإناء ودهنوا العجين من الفوق، صافي، وتغطيوه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر العجين ويتضاعف الحجم ديالو، ونمروا باش نوجدوا الصلصة ديالنا. بالنسبة للصلصة كيف كتلاحظوا معايا أعزائي الكرام، هنايا عندي واحد الكيلو ديال مطيشة اللي جابوا لي واحد خمسة الحبات اللي هما كبارين، قطعتهم طريفات قبل، نقيتهم زولت لهم الزريعة قطعتهم طريفات، ودابا غادي نطحنهم في الميكسور مع واحد ربع كأس ديال الماء، يعني بكأس العلبة ربع كأس فقط غنطحنهم، وغادي نمشيو نوجدوا الصلصة ديالنا. كيف كتشوفوا معايا هنا، سواء في طنجره او مقلاه اللي تكون غارقه، عملت هنايا واحد البصله اللي هي صغيره ومشلضه رقيقه، غادي نضيف ليها واحد 3 معالق من الزيت النباتي، معالق كبار يكونوا زيت نباتي، صافي، وغادي نقلي هاد البصله جيدا، يعني ماشي حنا نخليها حتى تعسل، وانما فقط غنقليها واحد شويه، ونصب عليها يعني صلصه الطماطم اللي طحنا. كيف تلاحظوا معايا، هاد البصله ضفت ليها واحد 4 فصوص من الثوم محكوكين، الثوم كيجي يعطي واحد المذاق هائل في الصلصه ديالنا، وكذلك البصل كيخطر لينا الصلصه كتجي زوينه بزاف. دابا غادي بعد ما تقلت لي البصله شويه، غادي نصب هاد صلصه الطماطم بهذا الشكل هذا، غنقص شويه العافيه، نخليها عافيه مهيله، من بعد غادي نضيف واحد الملعقه صغيره من الزعتر، ها هو كيف كتشوفوا معايا، اللي بغا تضيفوا مطحون ممكن تحكوا على يديكم بحال هكا، كلكم تضيفوا حتى الزعتره اللي بغا يضيفها. نضيف كذلك واحد معلقه كبيره من الكيتشوب، معلقه حتى لجوج ملاعق من الكيتشوب، انا غادي نشوف، صافي، جوج ملاعق من الكيتشوب، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الحار، شوفوا نتوما شحال كتبغيو منه، وضيفوا حتى هو راه كيجي زوين. راس معلقه صغيره من الابزار، واحد المعلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره،
ومعلقه صغيره من مركز الطماطم. اللي ما بغاش يعملو ممكن يستغنى عليه. حرك هذه المكونات جيدا مع بعضها. طبعا الزيت راح نعملناه في الاول مع البصل. ودابا نضيف الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق، ودائما ما تنسوش الملح ضفناه في العجين وغنضيفوه هنايا في الصلصه، دونك ما تكتروش بزاف. تقريبا عندي هنا واحد نصف ملعقه صغيره. هادو هما التوابل اللي استعملنا في هذه الصلصه. هذه غادي نحركو مزيان مزيان ونسدو عليها بشي غطاء ونقصو عليها البوطه شويه ونخليوها. كل ما هي كتغلى وكتعملنا واحد الكشكوشه من الفوق، تنزولو ديك الكشكوشه وكنخليوها حتى كتعقد مزيان. وبهذه الطريقه غادي تكون الطماطم ديالنا اولا الصلصه ديالنا ديال البيتزا موجوده، وكتجي لذيذه بزاف بزاف وكتجي على حقها وطريقها. بعد ما الصلصه ديالي طابت واختارت واحد شويه، عندي هنايا كيف كتلاحظوا معايا واحد تقريبا واحد 8 دراهم هكاك ديال الكفته. اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش يضيفها ممكن يستغنى عليها، حتى بلا كفته كتجي زوينه. غادي نفرتتها هنا، غنضيفها هنايا في وسط هذه الصلصه هذه، وغنحاول نفتتها ونخليها هكا على عافيه مهيله تزيد تختار مازال صافي. ونحطها على جنب ونخليها كتبرد باش نمروا نمشيو نصاوبوا العجين. قبل ما نصاوب العجين غادي ناخذ طاوه ديال الفرن. نتوما اللي عندكم دوك الصينيات ديال البيتزا استعملوهم، انا عندي غير هاد الطاوه ديال الفرن الدائريه. غادي ندهنها مزيان مزيان بالزيت بحال هكا عادي ندهنها، ونمشيو نوجدوا العجينه ديالنا. خليكم معايا. بعد ما كيختمر ليا العجين، ها نتوما كيف كتشوفوا معايا كيولي طالع، خليته المده ديال ساعه كامله. غادي نزول هاد البابي هذا، وغادي نعمل يدي بهذا الشكل هذا باش نخرج الهواء اللي كاين عندي هنايا في العجين ديالي. ثم كيف كتشوفوا ما ملصق ما والو. وغادي نقسم العجين ديالي على زوج. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا، انا قرصتها هنايا، طلقتها بالمدلك ومن بعد حطيتها هنايا وقرصتها غير شويه بيدي. ها السمك ديالها، انا ما تنخليش البيتزا تكون غليظه بزاف، كنديرها يعني رقيقه شويه. بيتزا الاصول ديالها بيتزا ايطاليه. غادي ناخد يعني ناخذ واحد الفورشيط بحال هكا، وغادي نبدا ندير فيها واحد الثقوب باش ما تجينيش منفوخه، يعني يجي من فوق ولا تعطي دوك البواقات من الفوق. ندوز عليها بفرشيط كامله بهذا الشكل هذا. وكاين ما كيعملش فيها هاد الثقوب صراحه، ولكن كتجي من فوق بلا قياس، كتجي بحال الا كتاكل غير خبز وصافي. سبق ليا وجربتها وخليتها غليظه ولكن ما عجبتش مالي الدار. هي من الاحسن تعملها تكون رقيقة. صافي
نفس الشيء غادي نديروا البيتزا الاخرى اللي بقات عندي هنايا اللي منزلها على جنب، حتى هي غنطلقها بنفس الطريقه هكا. وغادي نعملها في لاطا الفرن اللي تكون عندي مدهونه من قبل من الزيت، الا عندكم صينيه البيتزا يكون احسن. صافي، غادي ناخذ انا فقط غير باش نوريكم شنو غادي ندير. غادي ناخذ هذيك الصلصه اللي عندي هنايا اللي حضرت معاكم ديال الطماطم والكفته بعد ما بردات ليا، وغادي نبدا نوزعها على البيتزا هنا. يعني بواحد الشكل اللي عادي، انا بقاو عندي شي طروفات الكفته شويه غلاض. بهذا الشكل نحاول ما نقيس الجوانب ديال البيتزا، خصهم يبقاو بويض ما يجيوش مغطين. صافي صافي، نعملوا ليها الصوص بحال هكا، ونحاولوا نخليو دوك الجوانب شويه بويض، ونعمل ليها دابا الجبن من الفوق. انا عندي جبنه الموتزاريلا هي اللي كتجي زوينه، الا بغيتوها تكون تكون كتجبد بحال هكا، جبنه الموتزاريلا اللي مزيانه. بسم الله، غنحاول ننزلها غير في البلاصه اللي فيها الصوص، تجي عامره مزيان. بعد ما عملت الفرماج كيف كتشوفوا معايا او جبنه الموتزاريلا، غادي نبدا نرتب قطع الفلفل. عندي فلفل اخضر وفلفل احمر كيف كتشوفوا معايا، مقطعين بواحد الشكل طولي. اللي بغى يعمل الشومبينيون ممكن انه يديرهم، انا حيت عملت الكفته صافي ما استغنيت على لي شومبينيون، ما بغيتش نديرهم، وعاد النكهه ديالهم كتجيني شويه قاصحه بزاف. صافي، جهات اخرين غادي نبدا ننزل فيهم غير قطع بحال هكا. هذا الفلفل الاحمر اللي قطع راه غير ديك المزيودات، ولكن هذا الفلفل الاخضر هو فلفله حلوه. ثم الا بغيتو تعملوا بجوج بهم تكون فلفله حلوه، عم شريو الفلفله الخضراء والحمراء بجوج، ممكن ديروا حتى الصفر حتى هي كتجي زوينه. صافي بحال هكا، عندي الزيتون الاسود. انا بصراحه ما شريتوش مقطع، قطعته غير في الدار، ما جبرتوش مقطع كاين. ونبدا نعمل هاد الدوائر بحال هكا ديال الزيتون الاسود. سلام هنا، سوا كيجي زوين. ونعمل كذلك الزيتون اخضر دوائر. عندي كلكم تعملوا غير نوع واحد ديال الزيتون فقط. صافي، درجه حراره الفرن عملتها 200، يعني اخر درجه عندكم، انا عملتها 200. عملت الفران كي سخن من الفوق ومن التحت، غادي ندخلوا البيتزا ديالنا طيب من التحت هو الاول لمده ديال 10 دقائق، ونشعلوا عليها من الفوق لمده دقيقتين ونطلقى. صافي، في الاخر نضيف عليها واحد نصف معلقه صغيره ديال الزعتر، فقط غنزولوا غير هاد العويدات هادو تيكونوا باش ما يخسروناش المنظر ديالها. وصافي،
ونحكو هكا من الفوق. بغيتو تخليو حتى الطيبعه تعملوه لكم الاختيار. وهذه البيتزا ديالنا انا غادي ندخلها دابا الفران ونرجع نتلاقى معكم. وهالبيتزا ديالنا بعد ما كطيب كتجي بهاد الشكل هذا، جميله بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا قدام عينيكم جات هائله روعه بريستيج. شي حاجه واو، ما غاديش نشكرها لكم وانما شكرا راسها. كيف كتشوفوا زوينه بزاف بزاف. اكيد غادي نقطعها باش نوريكم منها شي مورسو. هالبيتزا ديالنا كيف كتشوفوا معايا هانتوما بعد ما قطعتها كتجي رطبه بزاف بزاف، يعني واحد العجينه اللي هي جد جد ممتازه. تبعوا غير الطريقه كيف عطيتكم انا غادي تحصلوا عليها. عرفتي كتجي رطبه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. ومن الاحسن انكم تقبوا العجين. كاين بعض الناس اللي كنشوفهم ما كيتقبوش العجين، كيجي منفوخ غليظ بزاف. انا ديجا قلتها لكم هانتوما. كتجي زوينه بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. البيتزا الثانيه راهي باقيه كطيب حتى هي عمرتها بنفس الطريقه. نتمنى انكم تجربوها ونتمنى تنال اعجابكم. وكنقول لكم صحتكم وبراحتكم ودمتم اوفياء احبابي. ومرحبا بكم والف مرحبا في اي وقت وحين. ونتلاقى ان شاء الله في شي وصفه جديده وشي شهيوه جديده ان شاء الله اللي غادي تعجبكم. كاملين بكم مرحبا والف مرحبا، دمتم بخير. وما تنساوش تعملوا لي لايك، تشتركوا في قناتي قناه نبيلة استريلا، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. هالبيتزا الثانيه حتى هي خرجتها ما قطعتهاش، فقط خرجتها. هذه الاولى اللي وريتكم قطعتها معكم. صافي هادو هما لي بيتزا ديالنا ديال اليوم اللي صوبت معكم بالمقادير اللي عطيتكم. خرجت لي جوج بيتزات كبار زوينين هانتوما السمك ديالهم، جاو غزلان بزاف بزاف، روعه، شي حاجه طوب. نتمنى انكم تجربوهم، اكيد غينالوا اعجابكم لانهم بيتزا بريستيج وشي حاجه، يعني بريستيج وشي حاجه ايطاليانو بصح، شي حاجه واو. دمتم بخير وصحتكم وبراحتكم والى اللقاء.